أهلا بحضراتكم مشاهدينا ومتابعة مستجدات الأحداث في لبنان والأراضي المحتلة. متابعة دبلوماسية. موقف اليونان أصبح بالأمس بكت سماء العاصمة الفرنسية باريس ضحايا غزة. حالة من الدمار الواسع طالت مدينة خان يونس. موقف اليونان أصبح أكثر تضامناً مع القضية الفلسطينية. نحن هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، ولكن القطاع الغربي لم يسلم أيضاً من العدوان الإسرائيلي. كان هنالك دعوات لتوسيع نطاق هذه التظاهرات. هناك انتخابات لأربع مناطق في تركيا. تصد أوكراني شرس وتقدم روسي واضح ودعم سخي من الغرب. حالة من الرعب تسود أجواء العائلة في ظل هجمات المستوطنين المتزايدة عليهم. لكنهم ظلوا يرفضون على الدوام فكرة التهجير وطمس الهوية. من هنا من أونتاريو ننقل لكم الخبر والحكاية والمتابعة والتعليق. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بشن طائرات الاحتلال غارات جوية على بلدات الزرارية والناقورة وقانا وعلم الشعب جنوب لبنان. وأشار مراسلنا إلى أن طيران الاحتلال استهدف بلدة بلاط بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني، كما تعرضت بلدة جبشيت في محافظة النبطية بالجنوب اللبناني إلى قصف جوي إسرائيلي. في سياق متصل، أفاد حزب الله اللبناني بأنه استهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها برشقة صاروخية كبيرة. وفي بيان له اليوم، أعلن الحزب قصفه تجهيزات فنية موضوعة على رافعة في موقع العباد بصاروخ موجه. وأشار البيان إلى أن الهجوم على الموقع حقق إصابة مباشرة. أدانت الخارجية اللبنانية الاستهداف الممنهج والمتعمد الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، والذي كان آخره استهداف أبراج مراقبة في المقر الرئيس لليونيفيل في رأس الناقورة. وأوضحت الخارجية اللبنانية أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد قوات حفظ السلام والطلب منها بشكل غير مشروع إخلاء مواقعها في جنوب لبنان تعد سابقة خطيرة، وتؤكد مرة أخرى استباحة إسرائيل للشرعية الدولية وعدم امتثالها للقوانين والمواثيق الدولية وللقانون الدولي الإنساني، وقد تشكل جريمة حرب. وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أنه لا يمكن فصل هذه الاستهدافات عن المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمة اليونيفيل وعرقلة عملية التجديد السنوية لولايتها وإلغاء التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن. قالت منظمات دولية أن تحذيرات الإخلاء التي يصدرها جيش الاحتلال لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت غير كافية وأحيانا مضللة، وأضافت أن التحذيرات الإسرائيلية لسكان الجنوب اللبناني لا تعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بشأن عدم استهداف المدنيين. وحول الأوضاع في بيروت، ينضم إلينا رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية من البسطة، وينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية من حصبية بجنوب لبنان أحمد سنجاب. أهلا بكما زملائي الكريمين، وأبدأ مع رمضان. رمضان، أنت في المنطقة التي تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال بالأمس بغارات، إذن من هذا الموقع ما هي التفاصيل لديك؟ نعم، موقع البسطة كان أحد الموقعين الذي تم استهدافهما من قبل جيش وطيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، وهذه المنطقة التي يعني دمرت بها بشكل كبير عدد من المباني، ثلاث مباني التي سويت بالأرض بشكل كامل، وأيضا عدد من المباني قرابة سبع مباني لا تصلح للعيش مرة أخرى. الصورة وتفاصيلها من هذا الموقع نستعرضها
معكم الآن، ومع كان منذ قليل هناك عدد كبير ما زال من الآلات الخاصة والمعدات الثقيلة لمحاولة إزالة هذا الركام للبحث عن مفقودين، ولكن الحصيلة التي الأولية التي نشرتها وأعلنتها وزارة الصحة حتى الآن 22 شهيدا و117 جريحا جراء هذا الاستهداف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الروايات هنا التي سمعناها من شهود العيان وكذلك من النازحين الذين نزحوا من الضاحية الجنوبية إلى تلك المنطقة التي كانت هي منطقة آمنة وهي التي استهدفت لأول مرة، كانوا نزحوا مرة أخرى أيضا من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى لم تستهدف بعد. حالة الركام هنا وحالة الدمار الجسيم الذي خلفه ذلك الانفجار واضحا وجليا للعين المجردة هنا، وما زالت حتى هذه اللحظة بعضا من سحب الدخان التي ما زالت تتصاعد من بعض الركام المتواجد في هذه المنطقة. أيضا حالة كبيرة من النزوح شهدتها هذه المنطقة بعد هذا الاستهداف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة هذه المباني التي تعرضت إلى الضرر الجسيم جراء هذا الانفجار، وهذه المحتويات والممتلكات الخاصة التي أحدثت بها ضررا جسيما هذه الضربة وتأثيرتها، خاصة في داخل هذه الوحدات السكنية المطلة على موقع الانفجار التي تضررت محتوياتها وجدرانها دمرت وبشدة، وكذلك أيضا الأثاث الذي يعني هدمت عليه هذه الجدران أصبح لا يصلح للعيش مرة أخرى. إذن هي خسائر على مستوى البشر وحتى على مستوى الحجر خلفها هذا الانفجار وهذا الاستهداف من قبل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا الاستهداف الذي يبعد عن الاستهداف الآخر بقرابة شارعين، ولكن الاستهداف الآخر تم من خلال مسيرات وهي التي تمت استهدفت إحدى الوحدات السكنية في إحدى البنايات، وكان يعني التأثير محدودا بالنسبة لهذا الانفجار الذي هو الأعنف والأشد على العاصمة بيروت في منطقة البسطة. هذا الذي دعا إليه منذ قليل رئيس الحكومة اللبنانية للتمسك بوقف إطلاق النار و تطبيق القرار 117-01، والذي يتنافى مع ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذا التصعيد في العاصمة بيروت تحديدا، وهذا الاستهداف هو الخامس للعاصمة بيروت وهو الأعنف والأشد في هذه المنطقة. هذه المنطقة التي تمتاز أو تتميز بالكثافة السكانية العالية، وكذلك هذه البنايات المتعددة الطوابق وكذلك المتلاصقة، لذلك كان حجم هذا الدمار كبير للغاية حتى على كل المستويات المادية. أيضا عدد كبير من السيارات أحرقت بشكل كامل وهي التي كانت متواجدة أسفل هذه البنايات بشكل كبير، وكذلك أيضا عدد من الممتلكات الخاصة والمحال التجارية دمرت بشكل كامل جراء هذا الاستهداف الأعنف على العاصمة بيروت حتى هذه اللحظة. كانت أعمال يعني إزالة الركام كانت منذ يوم أمس والتي لازالت حتى هذه اللحظات، ولكن هناك ما يبدو يعني استكمالا لهذه الأعمال سوف يتم جلب عدد آخر من المعدات الثقيلة لتكملة هذا الركام وإزالة هذا الركام. ما تم فعله فقط هو بعض البحث عن المفقودين في هذه المنطقة وتحت هذا الركام. نتحدث عن ثلاث بنايات كاملة سويت بالأرض في هذه المنطقة، وعدد كبير من البنايات سبع بنايات تم يعني حدث بها ضرر كبير وشديد ولم تصلح للعيش مرة أخرى، لذا كانت هناك عمليات الإخلاء التي ما زالت مستمرة من هذه البنايات ومن البنايات أيضا المحيطة بها. المستوى الضرر المادي الذي أحدثته ووفق شهود العيان الذين تحدثنا إليهم منذ قليل الذين كانوا يسكنون في هذه الوحدات المطلة على موقع الانفجار، حالة من الصدمة والزلزال الذي أحدثته هذا الانفجار الذي أحدثته طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي أشبه بالزلزال وبالصدمة التي طالت هؤلاء القاطني الوحدات السكنية في هذه المنطقة حتى
حتى هذه، البعض منهم ما زال في المستشفيات والبعض منهم استشهد والبعض الآخر يعني كانت به بعض الجروح البسيطة وبعض الكسور البسيطة وتم التعامل معها من خلال المستشفيات القريبة من هذه المنطقة. هذا هو الوضع حتى نعم. هذه اللحظة وآخر ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، 22 جريحا و117 جريحا. نعم رمضان، وأذهب إلى أحمد. أحمد بعد التحية، يعني لا زال جيش الاحتلال يستهدف الجنوب اللبناني، وعلى الرغم من إصدار بعض أوامر الإخلاء إلا أن ذلك لا يعفي إسرائيل والجيش الإسرائيلي من استهدافه، وأيضا من يعني هذه التحذيرات تقول بأنها لا تعفيها من التزاماتها من القانون الدولي الإنساني. إذن هناك خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قبل جيش الاحتلال. ما هي تفاصيل هذه الاستهدافات في الجنوب اللبناني إلى الآن؟ نعم بالفعل، طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت عدة مناطق، أغلب هذه المناطق هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني. بلدة شبعة التي تقع خلفي الآن في الصورة تعرضت إلى غارة جوية عنيفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل دقائق أو قبل وقت محدود من هذه الأثناء، بالإضافة أيضا إلى عدد من المناطق الأخرى من بينها بلدة الخيام التي تقع على يسار الصورة الآن والتي ستتحرك لها كاميرا القاهرة الإخبارية في هذه المواقع، علما بأن هذه المواقع أو البلدات التي تعرضت للاعتداء هي البلدات الحدودية المداخمة للشريط الحدودي بشكل مباشر. يعني نرى البلدات اللبنانية في أسفل هذا الجبل وفي قمة الجبل مواقع عسكرية إسرائيلية مثل موقع الرادار في مزارع شبعة المحتلة وموقع رويسات العلم في مزارع شبعة المحتلة أيضا. فمن رغم أن هذه المواقع ربما كانت تستخدم قبل أيام معدودة من أجل القصف المدفعي على هذه البلدات، ولكن الطيران الحربي الإسرائيلي قبل قليل شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت هذه البلدات جميعها على طول الشريط الحدودي اللبناني. لم يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف هذه البلدات، ولكن دخل في عمق الجنوب اللبناني واستهدف عدة بلدات أخرى ليصل إجمالي عدد الغارات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم وحتى الآن إلى أكثر من 20 غارة جوية استهدفت عدة مناطق متفرقة في كافة الأنحاء في الجنوب اللبناني، بما في ذلك بلدة بلاط وأيضا بما في ذلك بلدة الخيام التي ستذهب لها كاميرا القاهرة الإخبارية في هذه الأثناء. هذه بلدة الخيام التي تتعرض بشكل مستمر إلى غارات جوية إسرائيلية متزامنة مع قصف مدفعي. الخيام وأيضا بلدة حلتة وبلدة بلاط وبلدة شقرة وبرعشيت، بالإضافة إلى بلدات أخرى في القطاع الغربي من بينها الناقورة وعلم الشعب. هذه المناطق التي تظهر على الشاشة الآن هذه هي منطقة الخيام التي تقع جوار كفر كلا مباشرة، كفر كلا التي حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التسلل منها برا، وبلدة كفر كلا هي من أهم المحاور التي اعتمد عليها جيش الاحتلال في محاولات التسلل برا من بين 8 محاور على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. وكانت هناك اشتباكات ضارية بين قوات متقدمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من حزب الله، وأسفرت هذه الاشتباكات عن خروج كافة القوات الإسرائيلية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعودة عودتها مرة أخرى إلى أدراجها أو إلى الوحدات العسكرية المتاخمة للحدود. الآن الطيران الحربي الإسرائيلي يدخل أجواء الجنوب اللبناني مجددا في ظل وجود المسيرات الإسرائيلية، هو ما يعني أن دخول الطيران الحربي أن هناك غارات ستنفذ بعد قليل أو في هذه الأثناء ربما على عدة بلدات في الجنوب اللبناني. في المقابل أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 5 عمليات من الجنوب اللبناني حتى الآن. هذه العمليات تنوعت ما بين عمليات تجاه مواقع عسكرية وتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواقع العسكرية المتاخمة للحدود، وما بين عمليات في عمق الجنوب اللبناني. ربما كانت هناك استهدافات لتجهيزات فنية في كان يسعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتثبيتها في موقع العباد، وتم استهداف الرافعة والتجهيزات بصاروخ موجه. أيضا كانت هناك استهدافات لتجمعات لجنود جيش الاحتلال في منطقة في شمال مدينة حيفا. هذه المنطقة تسمى
منطقة زفلون في شمال حيفا، أما بلدة حيفا كانت أيضا مقر أو كانت في مرمى نيران حزب الله، حيث استهدف مقر قيادة الدفاع الجوي في هذه المنطقة، وربما آخر عمليات حزب الله كانت تجاه مستعمرة عسكرية إسرائيلية تم رشقها بعدة صواريخ. فبالتالي كل هذه الأمور تجعل الحدود الجنوبية اللبنانية ربما تستعد أو على موعد جديد مع تصعيد جديد خلال الساعات القليلة المقبلة، وخصوصا مع دخول الطيران الحربي الإسرائيلي في هذه الأثناء أجواء الجنوب اللبناني، وأيضا استمرار العمليات التي ينفذها حزب الله من الجنوب، وأيضا استعدادات أي مواجهات برية على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. أيضا أحمد، يعني في ظل هذه الاستهدافات من قبل جيش الاحتلال، وكما ذكرت هناك بلدات جديدة بدأ أيضا باستهدافها جيش الاحتلال وفي عمق الجنوب اللبناني، إذن اليوم لم يعد يستثني أحد بما فيها قوة الأمم المتحدة اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني التي استهدفها جيش الاحتلال. ما هي الدلالات أولا، ويعني في ظل أيضا الإدانة التي أصدرتها وزارة الخارجية اللبنانية فيما يتعلق باستهداف قوات اليونيفيل، وهل يؤثر على عملها في الجنوب اللبناني؟ نعم، بالفعل تأثر عمل القوى الأممية في الجنوب اللبناني. الأممية تمتلك ما يقرب من 10,000 جندي منتشرين في مختلف المناطق بما في ذلك هذه البلدات التي تظهر أمامنا الآن. هؤلاء الجنود المسؤولية الأساسية لهم هي حفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق. هؤلاء الجنود هم ممثلون عن 49 دولة من مختلف دول العالم. المقر الرئيسي للقوى الأممية هو في مقر الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وتعرض هذا المقر الرئيسي إلى عدوان بالغ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار يوم أمس، حيث قام جيش الاحتلال بتوجيه استهدافات مباشرة لمقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الناقورة، حيث تم استهداف برج مراقبة مما أدى إلى إصابة جنديين، تم استهداف كاميرات مراقبة في كافة المناطق أو كافة المنشآت التابعة لليونيفيل على الحدود الجنوبية اللبنانية، تم أيضا إطلاق طائرات مسيرة من قبل جيش الاحتلال لمراقبة التحركات داخل مقر قوة الأمم المتحدة الرئيسي في الناقورة. فبالتالي كل هذه الانتهاكات رصدتها قوة اليونيفيل، بالإضافة أيضا إلى أن هناك انتهاكات سابقة حيث اتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي جنود اليونيفيل كدروع بشرية في محاولات التقدم برا في منطقة مارون الراس وفي عدد من المناطق مثل اللبونية في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، وربما هذا الأمر أثار استياء اليونيفيل التي أكدت أن جيش الاحتلال لا يحترم القوانين الدولية ولا يحترم أيضا المواثيق ولا يحترم القرار الأممي الذي تعمل بموجبه اليونيفيل على أرض الجنوب اللبناني. نعم، أشكرك كل الشكر حتى الساعة الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من حاصبية من جنوب لبنان، والزميل رمضان المطعني كان معنا من البسطة في بيروت. إذن كل الشكر لكما زميلي الكريمين. طالب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دوغيفيغ بضرورة احترام القانون الإنساني، مطالبا الأطراف الإقليمية بالدعوة إلى ضبط النفس. وشدد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان. ومزيد من التفاصيل مع الزميل خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا. خالد بعد التحية، إذن فرنسا على الدوام ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان هناك تحرك فرنسي لاحتواء التصعيد ووقف العدوان على لبنان، إذن مع مطالبة مندوب فرنسا في مجلس الأمن بضرورة احترام القانون الدولي، ما هي التفاصيل لديك في الداخل الفرنسي؟ نعم، دمى بعد التحية، الموقف الفرنسي جاء على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة نيكولا دوغيفيغ، وهو الذي أكد على أهمية وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية فورا وأهمية الاهتمام بالجانب باحترام القانون الدولي والإنساني. والموقف الفرنسي أيضا كان في آخر تصريحات لوزير الخارجية الفرنسية بارو الذي جان نويل بارو، والذي أكد خلالها
على القناة الفرنسية الثانية فرانس دو بأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية والاعتداءات على لبنان وهي عملية استفزازية، وعندما كانت التهديدات الإسرائيلية تحاول الزج بلبنان في هذا المأزق. فرنسا تعلمين دما جيدا أنها كانت قد أعلنت من خلال ختام الدورة الفرنكوفونية 19 التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس بأنها ستعقد مؤتمر لدعم لبنان. هذا المؤتمر تم تحديد موعده ألا وهو في 24 من هذا الشهر. تأتي هذه الاعتداءات الجديدة على القوات اليونيفيل في محاولة وصفت بمحاولة يعني من قبل الصحافة الفرنسية محاولة لدفن المؤتمر الفرنسي لإعادة التوازن داخل لبنان. كانت فرنسا طالبت الداخل اللبناني بأهمية ترتيب البيت الداخلي وانتخاب رئيس للبنان وتفويت الفرصة للزج بلبنان في مأزق آخر جديد، وهناك ربع السكان اللبنانيين تم إجلاءهم وعملية النزوح مستمرة وسط انتقادات داخلية. فرنسا لا طالما لها علاقات تاريخية في لبنان وسترفض وستقف بقوة مع الجانب اللبناني، وهذا حدث بالفعل من خلال تصريحات أغضبت إسرائيل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأهمية وقف تسليح إسرائيل أو إمداد إسرائيل بالسلاح، وكانت هذه وتسببت هذه التصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إحداث شرخ كبير وتوتر في العلاقات الفرنسية الإسرائيلية. جاء بعدها مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن يبدو أن الأوضاع التي حسب المحللين الفرنسيين هنا في القنوات الفرنسية والخبراء الاستراتيجيين على الأرض أن إسرائيل تريد تدمير قرار 1701 بفرض واقع جديد على الجنوب اللبناني، وهذا ما ترفضه فرنسا. ولهذا أيضا كانت هناك تصريحات من وزير الجيش سباستيان دوكورني بأنه مع الجانب الإيطالي سيقومون أيضا بمطالبة التحقيق في هذه الاعتداءات والتي تسببت في إصابة عدد من قوات اليونيفيل المتواجدين في الجنوب اللبناني. إذن فرنسا في مأزق حقيقي أمام الشارع طارة وأمام أيضا بعض من الأحزاب اليسارية التي تطالب بموقفا أكثر وضوحا، ويبدو أن فرنسا في الأيام القليلة القادمة ستحاول الدفاع ليس فقط عن لبنان ولكن أيضا عن خطتها التي تهدف إيجاد من خلال مؤتمر مخرج للبنان نظرا للعلاقات التاريخية بين الدولة الفرنسية والدولة اللبنانية. نعم، أشكرك كل الشكر زميل خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من مرسيليا، شكرا على كل هذه التفاصيل. أكد رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل أن استهداف إسرائيل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفيل غير مقبول. يأتي ذلك غداة إصابة جنديين في قوة يونيفيل إثر إطلاق جيش الاحتلال النار على القوة في رأس الناقورة جنوبي لبنان. ومزيد من التفاصيل مع الزميل عمرو المنيري مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل. عمرو بعد التحية، إذن ما هي التفاصيل لديك بعد هذه التصريحات لشارل ميشيل من ناحية، ومن ناحية أخرى ما هي ردود الأفعال حول استهداف جيش الاحتلال لقوة يونيفيل؟ نعم، بطبيعة الحال حين يخرج رئيس الاتحاد الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي ويصدر هذه التصريحات وهذا التنديد بقوات اليونيفيل، هو يقول أن على إسرائيل على الأقل إذا كان هناك حل سياسي أو على الأقل حل في جنوب لبنان فيجب أن يتم احترام قوات اليونيفيل التي هي أساس الحل في هذا في تطبيق قرار 1701، وهذا القرار الذي منذ عام 2006 ولم يتم حتى الآن استهداف القوات
الأممية من قبل قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد المسألة بشكل كبير ويقول برسالة مباشرة أن هذه القوات ليس لها وجود وليس لها أساس من الصحة بأن تكون موجودة هناك، ولكن الاتحاد الأوروبي يريد وجود هذه القوات من أجل حل المشكلة، أو على الأقل إذا كان هناك وقف لإطلاق النار ستكون هذه القوات هي المسؤولة عن هذا الوقف، ومن ثم فإن إسرائيل تتمادى في ذلك وتقترب من النقاط الحمراء بالنسبة للدول العامة بشكل عام. هذا المكان أو هذه المنطقة هي خاصة بقوات اليونيفين وهي خاصة تدعم قوات الجيش اللبناني، إذا كان يستطيع التواجد فعليه أن يكون هناك قوة محددة من قوات الأمم المتحدة والتي يجب أن تزيد فيما بعد إذا ما كان سيتم تنفيذ القرار 1701. وهناك الكثير من اللغط الحديث، وخصوصا أن اجتماعات الاتحاد الأوروبي والبرلمان بدأت في هذه الأيام، ومن ثم هناك الكلام الكثير حول أهداف إسرائيل من هذا الهجوم على لبنان، وخصوصا هل ستتوغل داخل لبنان، هل سيكون لدور اليونيفيل دورا أساسيا، إذا ما كان ذلك فيجب أن يكون هناك تنديدا لتمادي القوات الإسرائيلية في الهجوم على القوات الدولية وخصوصا القوات الأممية التي هي قوات حفظ السلام. ومن ثم هذا الاستهداف بجانب استهداف المدنيين يزعزع أي أهداف أو أي أحلام بأن يكون هناك وقفا لإطلاق النار، أو على الأقل وقف للتوغل الإسرائيلي داخل لبنان والغارات المستمرة منذ أكثر من أسبوع. عمرو، هل هناك أي يعني تفاصيل أو أي أخبار تتعلق لربما سحب قوات اليونيفيل أو حتى تعزيز قواتها بعد هذا الاستهداف من قبل جيش الاحتلال؟ ليس هناك أي بوادر نستطيع أن نقول لها حتى الآن هنا في الاتحاد الأوروبي وفي أوروبا بشكل عام. هم الآن لا، حين كان حضر 7 أكتوبر الجميع كان يقول أن هذه ذكرى آلمة وذكرى كبيرة على إسرائيل وعلى الهجوم على إسرائيل وما إلى ذلك، وليس العكس عام على هذا. ومن ثم لا نتوقع أي نوع من أن يكون هناك ردود أفعال لصالح الفلسطينيين أو لصالح غزة في النهاية. من ثم نعلم تماما أن هناك تأييد حتى لو كان ضمنيا لإسرائيل فيما تفعله، لكن ليس هناك تصريحات جديدة تدين ذلك أو ما إلى ذلك، بل بالعكس هي تؤكد هذه التصريحات دائما أن هناك احتفاظ بأمن إسرائيل وأنه على أوروبا أن تحافظ على أمن إسرائيل وأن يتم تقديم المساعدات الإنسانية حتى يتم حل المشكلة، لكن في الأساس يجب دعم إسرائيل. هذا هو الواقع الذي نشاهده، ليس هناك تجديد لأي ذلك، وربما سيكون هناك مزيد من الدعم لإسرائيل بعد التكليفات التي جاءت بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي الآن هو في خضم الاجتماعات الجديدة والدورة التي بدأت منذ أيام. نعم، أشكرك كل شكر زميل عمرو المنيري مراسل القارة الإخبارية من بروكسل على كل هذه التفاصيل. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يعتبر غزة رسميا ساحة قتال ثانوية لأول مرة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش موجهة حاليا إلى لبنان. وقع 130 جنديا احتياطيا ونظاميا بجيش الاحتلال الإسرائيلي وثيقة أعلنوا فيها رفضهم الخدمة العسكرية إذا لم يوقع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صفقة لإعادة المحتجزين من قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجنود الذين وقعوا الوثيقة تأكيدهم على عدم الذهاب إلى مواقعهم العسكرية بسبب تخلي الحكومة عن المحتجزين وبسبب نفورهم من الروح اليمينية المتطرفة داخل جيش الاحتلال. وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن الجنود قولهم إن هذه الدولة ليست هي التي يرغبون في التضحية بحياتهم من أجلها، وإن الجنود يعانون حالة إرهاق جسدي وعقلي كبيرة بسبب استمرار الحرب. ومزيد من التفاصيل تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية زميلة دانا أبو شمسية. دانا بعد التحية، إذن على ما يبدو بأن هناك رفض من قبل جنود جيش الاحتلال للالتحاق بالخدمة العسكرية بعد يعني أن تيقن الجميع بأن بنيامين نتنياهو قد تخلى عن المحتجزين، إذن ما هي التفاصيل لديك؟
هذا جاء في تقرير أوردته صحيفة هآرتس والمعروفة في نحو اليسار الإسرائيلي، أي أنها تفرض مساحة كبيرة كما تقول وسائل إعلام إسرائيلية أخرى للحديث عن أي أمور قد تضرب هذه الحكومة الإسرائيلية. لذلك كان هنالك هذا الخبر متواجد بتغطية كبيرة وبمساحة كبيرة عبر هآرتس، والتي تقول فيه بأن 130 من جنود الاحتياط وقعوا على عريضة يرفضون فيها العودة للقتال أو العمل في مناطق كانوا قد تواجدوا فيها بسبب إمادة هذه الحرب، بسبب غالبية اليمين المتطرف في اتخاذ القرارات وما إلى ذلك. وزيرة المواصلات ميري ريغيف كانت قد علقت وعقبت على هذا القرار من قبل جنود الاحتياط، وقالت بأن مكانهم يجب أن يكون السجن، وبهذا فتحت النار من الجانب السياسي الحكومي كونها مسؤولة ووزيرة في الحكومة الإسرائيلية على جنود الاحتياط الذين يعملون في الميدان منذ أكثر من سنة، وهذا لربما يعزز هذه الانشقاقات وهذا الشرخ. ولكن نائب رئيس الأركان لجيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد قال بأن المعلومات التي وردت في صحيفة هآرتس غير دقيقة، غير صحيحة، وأنه بالفعل الحديث فقط عن 5 من الجنود الذين وقعوا على رفضهم للعودة أو استمرار العمل في الخدمة الاحتياطية، وليس كما تقول تقارير هآرتس بالحديث عن 130. كذلك الحال كان هنالك تعقيب بوزير الأمن الدفاعي يوآف جالانت، وقال بأنه يجب التحقيق في الأمر واتخاذ هذه الأمور على محمل الجدية، ويقصد في ذلك الاستدعاءات للخدمة العسكرية. كذلك الحال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بأن القانون يجب أن يكون وأن يسري وبأن يتم، وأن يكون هنالك ضرورة استجابة من قبل ضباط الاحتياط. ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج مثل هكذا أخبار، وخاصة من داخل المنظومة العسكرية، رفض جنود الاحتياط إلى العودة إلى العمل، ولربما بسبب إمادة الحرب وبسبب الضغوط والأضرار التي تلحق بهم، ليس فقط وهم في داخل الخدمة العسكرية وإنما في مصالحهم الشخصية الخاصة، وخاصة أن جنود الاحتياط تم استدعائهم للمشاركة في قطاع غزة أو للمشاركة في العدوان والحرب المستمرة على جنوب لبنان، وكانوا قد تركوا مصالحهم الاقتصادية، هذا ما أضر أيضا في الاقتصاد الإسرائيلي. لربما كان هنالك تقرير على يدعوت أحرنوت الإسرائيلية وغيرها من وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن الخطة القادمة وخاصة للألوية واللواءين تحديدا يتحدثون عن فرقة نظامية 162 ولواءين، بأنهم سيكون هنالك إعادة شحن لهذه الهمم ولهذه الطاقات، وبأنه سيكون هنالك استراحات والسماح لجنود الاحتياط بالعودة إلى منازلهم، ومن ثم استبدالهم في فرق أخرى أو ألوية أخرى، ومعاودة العمل وتحديدا في جباليا التي قد تستغرق مدة أطول من التي كان مخطط إليها، بالإضافة إلى تغييرات على أرض الواقع تحاول لربما أو يحاول الجانب العسكري الأمني توفير الالتزامات وما يحتاجه جنود الاحتلال حتى لا يرفضون هذه الخدمة، حيث قال هذا التقرير بأن هنالك مولدات للطاقة والتبريد والكهرباء كانت قد وفرت إلى الجنود العاملين وتحديدا من جنود الاحتياط. لربما هذا مؤشر بالفعل بأن هنالك رفض من قبل جنود الاحتياط للانضمام أو عودة أو القتال أو استمرار القتال في جيش الاحتلال الإسرائيلي. نعم دانا، يعني في ظل أيضا الحديث عن جباليا، بعض وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث بأن غزة باتت هي جبهة ثانوية، إذن باتت جنوب لبنان ولبنان هي الجبهة الرئيسية بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذن ما هي التفاصيل لديك؟ بالفعل موقع واينت وهو الموقع الإلكتروني اللي يدعوت أحرنوت الإسرائيلية كان قد تحدث عن هذا الخبر التحديد، وقال بأنه منذ أسابيع تم الإعلان رسميا وعسكريا عن أن جبهة قطاع غزة هي جبهة ثانوية، وأصبحت الجبهة الرئيسية في الجبهات السبع التي يقاومها كما يقول وأقتبس هذه الكلمة أو يجابهها الاحتلال الإسرائيلي هي جبهة لبنان، وخاصة لربما هذا ما استطعنا قراءته من خلال أسابيع عندما تم نقل الثقل العسكري من قطاع غزة جنوبا إلى جنوب لبنان شمالا، استدعاء الفرق، ونتحدث عن فرقتين نظاميتين، فرقة 36 و94 وهي التي تعمل الآن في الاقتحام البري هناك. كما قالت بأن الإعلان رسميا والانتقال رسميا من الجبهة الرئيسية إلى ثانوية في قطاع غزة بدأ تزامنا مع بداية الاقتحام البري
إلى جنوب لبنان، وبأن هنالك سحب للقوات وزيادة أعداد الألوية العاملة هناك، وبأن اليوم يحاولون البدء بما بدأوه في 7 أكتوبر أو حتى بداية الاقتحام البري في غزة، أي أن الجبهة الرئيسية بالنسبة للجانب الإسرائيلي وفق التعريفات أنها تبدأ في القضاء على القدرات العسكرية، وهذا ما تقوله بأنها كانت قد تم القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة، والآن تحاول منعها من إعادة ترميم قدراتها العسكرية، لذلك تحولت هذه الجبهة إلى ثانوية. أما الجبهة الرئيسية فإنها في مراحلها الأولى في الاقتحامات البرية في جنوب لبنان المتمثلة في ضرورة القضاء على القدرات العسكرية لحزب الله. نعم، أشكرك كل الشكر زميلة دانا أبو شمسية على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من القدس المحتلة. وإلى قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال عدوانه على القطاع لليوم 71 بعد 300 على التوالي، مسفرا عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى. وأفاد مراسلنا باستشهاد 4 فلسطينيين ووقوع 8 إصابات جراء قصف مدفعية الاحتلال لمنازل في منطقة الفالوجة شمال قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فلسطينيين 2 في قصف للاحتلال استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأضافت أن الاحتلال قصف أحد المنازل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج ونصيرات وسط قطاع غزة. قال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن غزة أصبحت أقصى أزمة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأكد الخبراء الأمميون أن قطاع غزة أصبح أرضا قاحلة مليئة بالأنقاض والأشلاء البشرية بعد عام من الحرب، مضيفا أن القنابل الإسرائيلية لم تستثني أحدا وأبيدت عائلات بأكملها ومحيت أجيال. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من خان يونس الزميل يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. يوسف، بعد التحية، إذن لم تتوقف مدفعية الاحتلال ولا جيش الاحتلال عن قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة ومنها جباليا ومخيم البريج والنصيرات وغيرها، إذن ما هي التفاصيل الميدانية لديك؟ نعم داما، كما أشرت فإن الغارات الإسرائيلية تقريبا استهدفت كل محافظات القطاع في غضون الساعات الأخيرة. نبدأ من هنا من مدينة خان يونس حيث نتواجد، فقد شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة وبشكل متزامن استهدفت منطقة الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس. هذه الغارات دمرت قرابة 7 منازل بشكل كلي بعد أن أطلقت أكثر من 6 قنابل المتفجرة على تلك المناطق، لكن دون وقوع إصابات كون هذه المناطق مخلاة من السكان لاقترابها من السياج الحدودي ولأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدفها تباعا عبر القذائف المدفعية. أيضا قبل قليل دوى صوت انفجار في المنطقة الجنوبية ناجم عن غارة أخرى استهدفت منطقة حي جنينة بمدينة رفح. مشافي خان يونس استقبلت منذ صبيحة اليوم 6 شهداء جرى انتشالهم من مناطق في مدينة رفح، ولم تكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف قادرة في الأيام الأخيرة على انتشال هذه الجثامين. أما الوضع الأكثر سخونة في قطاع غزة فهي منطقة جباليا وبيت لاهيا ومناطق العطاطرة والسلاطين. قبل قليل أعاد جيش الاحتلال التموضع لبعض الآليات الإسرائيلية، شهدت حركة محدودة للمواطنين في منطقة الحلبي في جباليا باتجاه منطقة دوار أبو شارخ على أمل أن يتمكن هؤلاء من النزوح باتجاه مدينة غزة، لأن منطقة جباليا التي تتواصل فيها العملية البرية لليوم 7 على التوالي لم تعد منطقة صالحة للحياة بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يفرضه الجيش وحاجة اللاجئين هناك إلى المياه الصالحة للشرب، ووجود عدد كبير من الأطفال قد يدفع بالمواطنين للمحاولة من أجل الوصول إلى مدينة غزة. جيش الاحتلال قبل قليل وبشكل كثيف أطلق قذائفه المدفعية شرق المخيم، بينما طائرات الكواد كابتر أطلقت النار صوب المواطنين في محيط مركز شرطة جباليا وهو قلب هذا المخيم، بينما في منطقة الصفطاوي
أطلقت طائرة مسيرة صاروخا صوب مجموعة من المواطنين ما أسفر عن استشهاد 2 منهم. وكانت الآليات الإسرائيلية خلال ساعات فجر هذا اليوم قد قامت بتفجير وتدمير عدد من المباني عند مفترق الصفطاوي في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة. في المحافظة أيضا وتحديدا المنطقة الجنوبية الشرقية من محافظة غزة في حي الزيتون استشهد قبل قليل مسن بعد إطلاق النار عليه من قبل مسيرة إسرائيلية، وكذلك أصيب عدد من المواطنين بعد استهدافهم في حي شجاعية شرق مدينة غزة. نشير أيضا إلى أن مدرسة صلاح الدين والمدارس المحيطة بها بالقرب من موقف جباليا شرق مدينة غزة، هذه المدارس تلقت تحذيرات من الجانب الإسرائيلي بالإخلاء، وهي بالمناسبة تضم الآلاف من النازحين. أخليت هذه المدارس لأن الجيش لوح بقصفها، وهذا لم يحدث حتى هذه اللحظة، لكن المؤكد أن النازحين بداخل هذه المدارس قاموا بإخلائها خشية من تكرار مشاهد المجازر التي تشهدها مراكز الإيواء التي تستهدف من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. يوسف، وسائل الإعلام تحدثت عن أن حكومة الاحتلال باتت تعتبر بأن غزة هي ساحة قتال ثانوية وأن الرئيسية هي لبنان. إذن في ظل اعتبار بأن غزة هي ساحة قتال ثانوية من ناحية، ومن ناحية أخرى كما أفادت مراسلتنا دانا أبو شمسية بأن التركيز في غزة اليوم من قبل جيش الاحتلال بتعزيز القوات في جباليا، لماذا تحديدا جباليا؟ وكيف انعكس اعتبار غزة بأنها ساحة قتال ثانوية على غزة اليوم؟ في الحقيقة دام أن اعتبار منطقة ساحة قتال ثانوية له علاقة بأن هذه الحرب ممتدة منذ عام، وأن جيش الاحتلال بالفعل يعني ربما أنهك القدرات العسكرية لدى الفصائل الفلسطينية، وحتى أن أدوات المواجهة وتكتيكات الميدان لدى الفصائل من خلال المتابعة اليومية والبيانات التي تصدر عنها تعكس أن هناك تغيرا في طبيعة المواجهة مع الجيش في أماكن التوغل. نحن نتحدث اليوم عن بضع مجموعات مسلحة تحاول التصدي لعمليات التوغل. واضح أيضا أن عمليات التوغل لا تتم بأعداد كبيرة من الآليات الإسرائيلية كما جرى في بادئ الأمر في محافظة غزة وفي مدينة خان يونس وما يجري الآن في مدينة رفح. في رفح هناك نصف فرقة، الفرقة 162 هي التي تسيطر الآن على محور صلاح الدين أقصى الجنوب، وتقوم الآليات بعمليات المناورة وسط وشرق مدينة رفح. نعم. وتسيطر ناريا عبر أدوات تكنولوجية مختلفة منها الطائرات المسيرة. في جباليا الآن التركيز لأن الجيش يدعي أن الفصائل الفلسطينية تحاول إعادة ترتيب صفوفها وبناء قدراتها العسكرية، وهي ذريعة. نعم. إسرائيلية بالمناسبة، لأن ما يجري في جباليا حسب توصيف الكثير من المؤسسات الدولية هي عمليات إبادة جماعية يتعرض لها المواطنون من خلال استهداف المنظومة الصحية والمجتمعية وتدمير. نعم. البنى التحتية واستهداف المدنيين ومنازلهم. لذلك الجيش يقول اليوم إنها ساحة ثانوية، لكن ميدانيا غزة تتعرض كل يوم إلى مجازر بوسائل قتالية مختلفة. نعم، أشكر كل الشكر زميل يوسف أبو كويك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من خان يونس. اقتحم جيش الاحتلال برفقة تعزيزات عسكرية قريتي يتمة وبيت دجن بمدينة نابلس وبلدة عزون شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمداهمة قوات الاحتلال عددا من المنازل حيث قاموا بتفتيشها وسرقة بعض محتوياتها. مزيد من التفاصيل تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء، بعد التحية، إذن اقتحامات لا تتوقف من قبل جيش الاحتلال وخاصة في نابلس وفي بلداتها، ما هي التفاصيل لديك؟ نعم صحيح، في مناطق الشمال الضفة الغربية لا سيما في مدينة سولكرم وجنين كانت الأكثر ولغاية الآن هي الأكثر المناطق التي يتم اقتحامها من قبل جيش الاحتلال. نتحدث عن مدينة سولكرم بالإضافة إلى الأماكن التي تحدثت عنها داما. مدينة سولكرم التي شهدت يعني خلال الساعات الأخيرة
ليلة أمس بغارة من مسيرة إسرائيلية على مركبة فلسطينية كانت تقل عدد من الشبان الفلسطينيين، قصفت بطائرة مسيرة، حيث كان قبل ساعات من تلك اللحظات كان هناك اقتحام بعشرات الآليات وثلاثة جرافات إلى مناطق ومن محاور عدة في مدينة طول ترم، والاتجاه كان إلى مخيم نور شمس تجريف للبنية التحتية كما هو المعتاد أصبح لدى جيش الاحتلال، وأيضا تخريب ودمار في البنية التحتية، إلقاء قنابل ضوئية في الأماكن متعددة. نتحدث عن قصف بطائرة مسيرة ما بين المنطقة تدعى جبل الصالحين ما بين الذنابة وأيضا مخيم نور شمس، قامت قوات الاحتلال بقصف لمركبة فلسطينية وكان بداخلها شابين من الشباب الفلسطينيين قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من الأماكن المتعددة التي توغلت فيها في مخيم نور شمس وأيضا في المدينة. كانت قوات الاحتلال ذهبت إلى المكان التي قصفت به الشبان في المركبة، وبعد ذلك قامت بانتشال الشهيدين واحتجاز جثمانيهما، وبعد ذلك انسحبت من المكان بعد احتجاز جثماني الشهيدين. نتحدث منذ 7 أكتوبر أكثر من 751 فلسطيني على الأقل من مختلف محافظات الضفة الغربية، بينهم 164 طفلا، وأيضا من المحتجزين جثمانهم أكثر من 180 فلسطينيا على الأقل من مختلف محافظات الضفة الغربية. ولكن الآن في هذه الساعات مستوطنين يهاجمون برقة، وهناك إصابة بالقدم شاب فلسطيني الذي لأهالي القرية الذين تصدوا لهذا الاقتحام من قبل المستوطنين. أيضا نتحدث أن هناك بعض من جنود الاحتلال الذين يهاجمون المزارعين في أراضيهم في سهل رامين بمدينة طول كرم. أشكرك كل الشكر على كل هذه التفاصيل الزميلة ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من رام الله. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن جهود الولايات المتحدة لإنشاء تحالفات عسكرية سياسية هدفها ردع روسيا والصين. وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي في ختام مشاركته بمنتدى دول شرق آسيا الذي عقد في لاوس أن واشنطن تقوم بوضع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بدائرة مصالح الناتو من خلال إقامة اتحادات تتحكم فيها هي وكوريا الجنوبية واليابان والفلبين وكذلك نيوزيلندا وأستراليا. كما أكد على دعم روسيا لمجموعة آسيان والشراكة مع كل أعضاء المنظمة للحفاظ على دورها المركزي في المنطقة. ومزيد من التفاصيل من زميلنا حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو. حسين بعد التحية، إذن ما هي تفاصيل تصريحات سيرجي لافروف؟ نعم داما، بالفعل روسيا ترى بأن أي اتفاق به الولايات المتحدة الأمريكية مع أي دولة وخاصة من الدول التي تعتبر مجاورة إلى حد بعيد لروسيا فهذا الاتفاق من شأنه أن يزعزع الاستقرار الروسي وأيضا من شأنه أن يهدد الأمن القومي الروسي. تصريحات وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف اليوم حول التجمعات العسكرية التي تنشئها الولايات المتحدة الأمريكية وعلى حد وصفه بأنها تجمعات مغلقة، فهذه التجمعات هدفها الأساسي هي روسيا والصين. بطبيعة الحال أيضا روسيا والصين من جانبهما يتخذان خطوات أيضا لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، فالمناورات العسكرية التي تقوم بها روسيا والصين على مدار السنة وتحديدا المناورات الأخيرة كانت تتمحور حول أي غزو أو أي مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الجميع يريد إبعاد هذه المواجهة ويريد إطالة أمد الاستنزاف بينهما وخاصة روسيا والولايات المتحدة، إلا أن هذه المواجهة ستحصل في النهاية على حد وصف الخبراء وعلى حد قولهم بأن القرارات الحالية الخطوات المتخذة من قبل واشنطن وموسكو هي خطوات في إطار حرب الاستنزاف، أي ما تعيشه الآن موسكو مع واشنطن حرب استنزاف، وهذا الحرب لن ينتهي إلا بمواجهة عسكرية مباشرة أو بمواجهة إلى حد بعيد تكون مواجهة محدودة ومن ثم يجلس الطرفان على الطاولة للتسوية الكبرى. هذا كما يرى الخبراء هنا في الداخل الروسي. تصريحات لافروف تأتي في إطار الخطوات الأمريكية التي تهدف
تهدف إلى زعزعة الاستقرار الروسي وإلى مواجهة روسيا وخاصة مع دول الأسيان. وعلى الرغم من أن روسيا تجمعها علاقات مع دول الأسيان على سبيل المثال في الفلبين وأيضا تايلاند، إضافة أيضا إلى عدة دول أعضاء أو عضو في دول الأسيان، روسيا تجمعها علاقات مع هذه الدول، إلا أن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات، وأيضا القرارات الأمريكية على تلك الدول هي أكثر بكثير من القرارات الروسية، أو الإرادة الأمريكية على تلك الدول هي أكبر من الإرادة الروسية نظرا إلى الاقتصاد لتلك الدول وتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد. روسيا ترى بأن مثل هذه القرارات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هدفها زعزعة الاستقرار الروسي وهدفها مواجهة روسيا والصين، ولطالما أن موسكو تنادي بتعددية الأقطاب، إذن موسكو تريد إزالة القطب الأمريكي الواحد، لكن هذا القطب ليس بهذه السهولة يتم إزالته، حيث أن المواجهة العسكرية هي العامل الأساسي والأول على حد رأي الخبراء لإزالة القطب الأمريكي الواحد أو لتخفيفه في الساحة الدولية. نعم، أشكرك كل الشكر زميل حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من موسكو. أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 666,340 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان لها أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات 24 الماضية 1140 جنديا ما بين قتيل وجريح. وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية 8953 دبابة و 17,800 مركبة مدرعة و 19,322 من النظم المدفعية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف زميل غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية. غيث، بعد التحية، إذن يعني إعلان من قبل الجيش الأوكراني عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 666,000، ما هي التفاصيل لديك؟ بعد التحية دامة، بالفعل هكذا ما أشير في بيئة الأركان العسكرية الأوكراني هذا الصباح، حيث وصل عدد القتلى للقوات المسلحة الروسية نحو 666,350 مقاتلا روسيا منذ يوم 24 من فبراير 2022 حتى يومنا هذا. كما أشير في بياناتهم بأنهم قاموا بتحييد ما لا يقل عن 1140 مقاتلا روسيا على طول خط الجبهة الممتد ما بين الأراضي الأوكرانية جنوبا حتى الأراضي الروسية التي تدخل اليوم في عمليات العملية العسكرية الأوكرانية في منطقة كورسك بالتحديد داخل الأراضي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، أشير منذ عملية العمليات العسكرية الأوكرانية في منطقة كورسك بلغت عدد القتلى للقوات المسلحة الروسية هناك 340 مقاتلة. هذا هو كل ما يأتي من قبل هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية. القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكسي سيرغيسي هذا الصباح أعلن عن بدء عمليات عسكرية روسية واسع النطاق في مقاطعة كورسك، لا سيما بعد أن وصلت أعداد المقاتلين الروس هناك إلى 50,000 مقاتلا روسيا. بالإضافة إلى ذلك، هو أشار بأن خطوط الدفاع للقوات المسلحة الأوكرانية في المناطق الجنوبية من زاباروجا وأيضا في منطقة دنيبروبيتروسك وأيضا دونيسك اليوم تشعر ببعض الارتياحية بعد أن خف الضغط القتالي عليها هناك والانسحابات الكبيرة للقوات المسلحة الروسية صوب مقاطعة كورسك، مما يؤدي إلى عمليات اقتتال. وهذا الشيء الذي لاحظه يوم أمس معهد الدراسات الحربية SIW يوم أمس، بأن القوات الروسية بالفعل تمكنت من التقدم صوب بعض البلدات التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، أي أن القوات الروسية بدأت عمليات عسكرية لطرد القوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك. وهذا الشيء الذي سوف يخسر أوكرانيا الكثير، لا سيما بأن الانسحاب المفاجئ والمبعثر سوف يفشل عمليات التصدي للقوات الأوكرانية في كل من المحاور التي تقاتل فيها أوكرانيا في الأراضي الأوكرانية. إليك الكلمة دام.
أشكرك كل الشكر الزميل غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من كييف. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الجولة مع مراسلي القاهرة الإخبارية لمتابعة آخر المستجدات الدولية والإقليمية. شكرا لمتابعة حضراتكم، إلى اللقاء.